alcode.com。مقطوعات ونوتات موسيقية مميزة عزفتها فرقة أوركسترا القدس للناشئين التابعة لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى خلال حفل خاص عاشه الحاضرون على إيقاع أياد فلسطينية صبت الموسيقى بأروع معزوفاتها لتثير بذلك مشاعر الحاضرين وإعجابهم. هذا برنامج من قد ما صرنا صار تقليد أن نقدمه كل شتاء بعهد الأوركسترا. الرسالة هي الأهم، هي للطلاب أكثر مما هي للبرة. قديش مهم العمل الجماعي والنتيجة الجماعية، إذا كان في انضباط وإتقان جماعي ممكن قديش منوصل لنتائج مهمة. الحفل الذي احتضنه قصر رام الله الثقافي يعتبر من أهم الحفلات التي قدمتها الفرقة المكونة من ما يقارب 40 عازف وعازفة تدربوا على آلات النفخ والوتريات لينسجوا بذلك أرفع الطقطقات والهرمونات الموسيقية المميزة. الجو العام كتير مريح وكان جميل، وكنا يعني إحنا مع أولاد بلدنا وكنا مبسوطين كتير. أنا صار لي تقريبا 3 سنين بهاي الأوركسترا، وصرنا تقريبا 3 أيام بخيمين بنتدرب مع بعض. بهدوء ودقة شديدين تعزف الفرقة ألحانها، فهي تخضع لقائد واحد يحرك أعضاء الفرقة. فما يميز موسيقى الأوركسترا أنها تتكون من مجموعة كبيرة من العازفين الذين يعزفون بالتناوب دون تداخل بين عازف وآخر. أنا سعيد جدا لوجودي هنا، خصوصا أن هذا النوع من الموسيقى جديد على فلسطين. أمر مدهش أن ترى هؤلاء الشبان يبدعون في موسيقى الأوركسترا التي لطالما حلمت أن تكون لها فرقة في فلسطين. فقد جاء الحفل اختتاما للمخيم الشتوي الذي أقامه المعهد بالتعاون مع أشهر عازفي الأوركسترا الإسبانية إخوان ديفيد مولانو وفرقته، التي صقلت مواهب الناشئين لمدة 3 أيام لعزف مقطوعات الأوركسترا الموسيقية. أجواء عابقة بالسحر المنسوج من الأوتار الموسيقية خيمت على الحاضرين خلال العروض الفنية التي قدمتها فرقة أوركسترا القدس على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي خلال عروض الشتاء التي تقدمها في كل عام. حمزة السلايمي من مدينة رام الله، تلفزيون القدس. على الكود.com.